ازاي؟ انت بس تعزميه وتخش بقى عشان ماشي ماشي. روح يا روح. واضح انك شفيت وغفيت عباس، واكيد زوجتك ده في ايدك تمام. متشكر يا دكتوره مرجد، اهلا بيكي. اهلا يا دكتور. اهلا اهلا عباس. منور. اهلا اخبارك ايه؟ اسف عباس بيه. انا اسف جدا. اسف ايه ده؟ غلط الغبي ده يسوس يوم بدي اريدي. مش ممكن هريدي ده يعني. انا اسف جدا يا توفيق. لا انا بتفاعل جدا من الحاجات دي. ده الويسكي خير على فكره. ايه ده؟ ده المسدس بتاعي. لا ما بحبش المسدس يفرق. انت عصبي وبتنرفز بسرعه. ما تقلقش يا عباس، خليه في المكتب وانت مروح هتاخده. يو بليز. خلاص دول يا دول يا توشي. اوكي ما الفلوس فين؟ كان في 10,000 جنيه هنا في الدرج. طب هندور عليهم. انا لسه حاططهم بايديا دلوقتي. طلع الفلوس يا توفيق. فلوس ايه يا عباس؟ رجع له الفلوس يا توفيق. فلوس ايه يا عايزك؟ الله. ما راحت فين؟ طارت؟ ما اعرفش راحت فين. يا وفاء كريمه تعال شوف الناس دي اتقبلت ولا ايه؟ هي سنة 10,000 جنيه بتسميها لعبه؟ لا كده بقى الملعوب بايخ قوي. لا بقول لكم ايه، اذا فوزي ما طلعتش هتخوهم واحد واحد. انا بقول لك كده الملعوب يبقى بايخ. والملعوب اللي انتوا عملتوه معايا في الجزيره كان دمه خفيف لما تسيبيني عشان تهربي مع البغل ده على باريس؟ لا برافو، طلعت عن تيل وعرفت تخمن بصحيح كده. برضه جرجرين لغايه هنا عصمت عشان اتبهدل بالطريقه دي. امال البهدله اللي انتوا عملتوها فين انت وبنت عمك بتسموها ايه؟ يا مفترين تخلوني اعوم 2 كيلو لحد ما اتخشبت وكنت هموت، واخرتها حضرتك تضحك عليا وتقولي انك سبتيني في الجزيره عشان طلبت منك قطه. يا اخي قطك عزرائيل. انت عايز ايه بالظبط؟ انا هاخد بطاري منكم واحد واحد. حضرتك بصفتك مراتي اللي خمتني، والبغل اللي حرضك على الهرب، والعقربتين اللي ساعدوك على التمثيليه. اتفضل انتقم وخلصنا. لا انا مش مستعجل على الانتقام لنفسي. انا كل اللي يهمني دلوقتي الغلبان هريدي. هريدي! هريدي! توفيق بيه ضربك مش كده؟ مظبوط. اضربه زي ما ضربك. عباس بيه انا جنتلمان وخلاص سامحته. هتضربه ولا اضربه انا بالنار؟ عباس بيه اضربه. توفيق بيه لو سمحت بدل ضرب بالنار اضربه وخلصني. I don't care.